السلام عليكم فاميليا، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. رمضان كريم، وشكرا كاع الناس الجداد اللي دخلوا عندي البروفيل الانستغرام زهيرة ماستر شيف. قبيله كنت حطيت انني بغيت ندير لكم جوج ديال انواع ديال البسكوي، واحد اما بالتمر ولا واحد بجوج ديال لي زانغيديون، واكثريه اختاروا جوج ديال المكونات، وهو هذا اللي غادي نخدمه مجموعين. بالنسبه للمكونات سهله بزاف وكنلقاوها تقريبا عند كل شيء في الدار. اول حاجه غنحتاجو جوج ديال البنانات تقريبا واحد 250 غرام، يكونوا شويه طيبين باش يعطيونا الحلاوه للبسكوي ديالنا. وهنا الميزلي، انا اختاريت هذا بالحبيبات ديال الشوكولات. يمكن لكم تستعملوا الميزلي العادي اللي ما يعني اللي ما فيه والو، اللي يعني بغى شي هاد لي بسكوي لايت. سينو كاينين هاد النوع هذا اللي تيكونوا اما بالعسل فيهم فواكه كونفي لداخل. بالنسبه لهاد البسكوي هذا راه ساهل بزاف، يمكن اي وليد ولا بنيه صغيره يصوبهم، يمكن تعطيوهم لوليداتكم يصوبوهم. اول حاجه غادي ناخذ البنان ديالنا ونقطعوه بحال هكا ونمعكوه مزيان 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 بشي فورشيت ولا بشي سباتول ولا بالفوي. المهم انا غادي نمعكو وغادي نرجع لكم. فاش ولي عندنا لابوري ديالنا تقريبا ما بقاوش فيها دوك القطع الصغار ديال البنان، مازال نخدموها، مازال كيبان ليا فيها شي طريفات صغار، نخدمها معكم مزيان. من بعد غادي نحطها في واحد لابول كبيره باش نزيد عليها الميوزلي ونخليوها ترتاح واحد 5 دقائق. بما داك الميوزلي شرب كاع هذاك لوميديتي ديال هاد البنان، واللي كيبغي الحلاوه راه يمكن ليه يزيد واحد المعلقه ديال العسل ولا معلقه ديال السكر هذاك الاسمر. هنا عندي لابوري ديالي واجده، غادي نحطها في واحد لابول نقيه. المهم انا غير باش كنوريكم، سينو راه فاش غتكونوا في الدار راكم عارفين كنخدموا غير في يعني في شي اناء واحد وصافي. المهم انا حيت خدامه غير بايد واحده كنصور بها، انا غادي نرجع لك. صافي حطيت هنا لابوري ديالي ديال البنان، غادي نزيد عليها الميزلي اللي اختاريت انا بالحبيبات ديال الشوكولات. المهم غادي نبقاو نخلطو حتى هذيك الميزلي غادي يشرب لينا البنان كامل، ومن بعد غادي نخليوه يرتاح واحد 5 دقائق باش نصاوبو لي بول ديالنا. انا خلطت مزيان بالسباتول، غادي نخطيه ومن بعد غادي نخليه يرتاح واحد 5 ولا 8 دقائق في الثلاجه، ومن بعد نرجعو باش نصاوبو الكويرات ديالنا. ونكونوا هذيك الساعه باش كنصاوبو الكويرات نحطو الفران يسخن على 180 درجه. اون فوا يسخن ندخلو لي بسكوي ديالنا يطيبو. نتلاقاو من بعد. السلام عليكم فاميليا، انا رجعت لكم. المهم بعد ما خرجت الزلافه ديالي اللي فيها الخليط ديال الميزلي والبنان، المهم بالنسبه للعبار ديال جوج بنانات الميزلي 140 غرام، خرجت ليا 21 كويره. قبل ما نحطهم يطيبوا بغيت نتقاسم معكم واحد لاستيس اللي كندير. غادي نحطهم في الكونجيلاتور واحد 5 ولا 10 دقائق بما شدوا راسهم شويه. فاش نحطوهم يطيبوا من بعد ما يتشتوش لينا في الفران، يبقاو شادين ريوسهم، يعني يبقى عندهم نفس لا فورم. المهم انا دابا غنحطهم في الكونجيلاتور ومن بعد الفران ونتقاسم معكم النتيجه النهائيه. ها هما لي بيسكوي ديالنا خرجناهم من الفران، كيجيو معلكين ورطبين، يعني واحد الريحه ديال البنان ما نقولش لكم. المهم جربوهم البنات والولاد اللي متبعين البروفيل ديال زهيره ماستر شيف. المهم نتوما راه عائله، راه كنقول لكم ديما الفاميليا. المهم جربوهم وراه مغذيين، يعني بالنسبه للسحور اللي بغيتو تاخذوهم معاك مع الحليب ولا مع عصير مع شويه ديال التمر راه مزيانين. المهم انا غادي نخلي لكم في ستوري التصويره كيفاش حطيتهم في طبق التقديم. و
شكرا بزاف 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 على الناس، كل شيء البنات اللي كتصيفطوا لي في البريفي وكتسولوا عليا، عرفتي راه ما تصوروش شحال كيفرحوني الميساجات ديالكم. شكرا بزاف بزاف، وان شاء الله غادي نتقاسم معكم بزاف ديال وصفات في يعني في هاد النهارات ان شاء الله اللي جايين. واي اقتراح اي حاجه بغيتو نديروها مجموعين بحال هكا فيديو ولا هذا ولا لايف، خليوها لي في ميساج بريفي. كنحماق عليكم فاميليا، ورمضان كريم، يا ربي يرفع لينا هذا الوباء ويحفظنا كاملين يا ربي. سلامة.